لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. مولات الصالون تتقول لكم أن الله هضر معاها، الله هضر معاها. لا حول ولا قوة إلا بالله. علاش؟ حيت زعما عندها واحد الخليصة من يوتيوب، راه الله نعم عليها. يا متخلفة، خدي من العبر، من قصص اللي رواهم، اللي ترواه في القرآن وفي السيرة، على الناس اللي عطاهم الله الفلوس كعقاب. يا الجاهلة يا الجاهلة. قولي يا شاد، مولات الصالون بعقلها ولا مسطيها ولا تلفولها الفيسات ولا شنو؟ ما بغى منكم والو، انا ما بغى لا ولد لا والو. ولكن علاش عاطين تتخلصوا لبنتكم بطريطة؟ علاش مسكنينها في الدار وتتقولوا تتخلص بطريطة؟ انا ما بغى منكم والو، ولكن هادشي اللي تيدار ولدكم في قلبه. ولدهم عنده الفلوس وانتي مالك؟ انتي اش حرقت شطاتك؟ اش بغيتي عند هاد الناس؟ يا الله يا الله، واش شنو الدور ديال في حياتهم؟ ها، با يقول لي اللي بغا، امو تقول له اللي بغات، اختو تقول لي اللي بغات، وانتي تدخلي سوق راسك وما تسنيش من الناس يعطيوك المكافحة. عندكي راه المكافحات ما تمدوش اليدين. ان شاء الله في هذا الفيديو غنتكلم على موضوع مهم. السلام عليكم اخواني اخواتي. للاسف المجيء ديالي اليوم هو بسبب واحد الشوشرة اللي موجودة في اليوتيوب هاد الايام، واكثرين اليوم انا اصلا ما تندخلش في المواضيع العائلية، لاني مؤمنة بانها خاصها تحل ما بين العناصر اللي بيناتهم المشكل، ماشي في العلانية. ولكن للأسف هذا المشكل سبب الخروج ديالي هو أن الناس تمادوا بزاف في الهضرة ديالهم وهذيك الشي اللي قالوا. وأنا سنتكلم على مولات الصالون اللي جات اليوم هي والزوج ديالها، تاي يتكلموا على بعض التفاصيل وبعض المشاكل اللي وقعت لهم مع الأسرة ديالهم، و تيتراماو على الاخت ديالو، و تيهضروا بواحد الطريقه اللي خلتني نتساءل مع نفسي واش العالم تقلبت فيه الموازين، كاينه شي مشكله. ما بق... انا ما عارفه شنو كاين، ما بقيتش فاهمه والو حقيقه. الحاجه اللي صارت الانتباه ديالي اول حاجه في ذاك الفيديو، التعصيبه ديال المراه جالسة زعما هي راه مرا الدار، و الجلسة ديال الراجل، الراجل مهضوم الحقوق. شكون اللي هادم لك الحقوق ديالك؟ شنو هما الحقوق اللي تطالب بيهم؟ كلهم حقوق مادية من عند الوالدين ديالك. انا شوية وليت نتسأل مع راسي، شحال في عمر هاد السيد؟ قالوا لك 33. اويلي 33 عام وباقي تيتسنى والديه يشريو ليه الدار، والديه يشريو ليه الطوموبيل، والديه يصرفوا عليه. والمرأة داخله في الفيديو تتقول لك والديه ما داروش ليا هادي، ما داروش ليا هادي، تخاصموا معانا وخرجنا من الدار وتنجيو ونمشيو. واختي انسان ما تيتخاصم خاصك يقدر على الخصومه، هو كراجل يقدر عليها، وانت كمرأة تقدري الا تحملي الاعباء ديال انك ما باغاش تعيشي مع والديه. وراه ما عرفت فين تكوني، ها تيقول لك الناس اللي كنتي جالسه ساكنه في داري وتحت سقفي تبعي القوانين ديالي، ياك وانت يا باغا تدخلي على الناس لدارهم تفرضي عليهم هداك الشيء اللي بغيتي، تجمعي منهم الفلوس وتبني حياتك وتكتبي على الناس وتقولي لهم عائلتي هي اللي عطاتني وعائلت. شوفي انتيا قلتي اختك هزاتك 6 شهور ولا شي 2 مرات، هذاك خير. ولكن عائلته اللي هزاتك سنين
هذاك ماشي خير ومفروض عليهم. فين جيبي ليا؟ منين جيبي ليا؟ لا من العرف، لا من الدين، لا من شنو. كوني صريحة مع راسك، هذه أول حاجة، ما تبقايش تكذبي على راسك. عرسي أكبر تناقض وقعتو فيه الجهلاء أنكم بجوجكم شحال من مرة بطريقة عفوية أنتم تقولوا أنكم الرانية أنكم كنتوا عايشين معاهم، راكي كنتي عايشة معانا ومعنيتها عشتو معاهم مدة طويلة، هي عارفاكم كما قلتي، عارفة كل شيء ليكم، فهمتوني؟ وفي نفس الوقت تقولوا لا راه ما عشناش معاهم مدة بزاف، غير 6 سنين. انتي ناكرة المعروف، وانتي مسخوطة، مسخوطة الله قبل الوالدين، حتكون كنتي انتي بنت الناس كما باغا تسوقي على نفسك. ما غديريش هاد المسألة، اللي غديريه هو انك غتقولي لحمد والديك ما محتاجني يعطيوك مليم واحد، ما محتاجين يسكنوك معاهم، ما محتاجين يخلصوا عليك اي حاجة، وانت مطالبهم باي شيء، يعطيو اللي بغاو يديروا اللي بغاو، هما حرين، مالهم الحر ديالهم يديروا فيه اللي بغاو، يعطيو بنتهم يعطيو لولدهم، واحد يعطي الاسباب اللي بغا هو واللي ترتاح لها قلبه. انتيا انسانه ولدهم، انا ولدي لا جوج وحده بحالك ما نعرفه ما يعرفني. اويلي اويلي اويلي. وعندي طلب صغير لك امولات الصالون، مادام باك عطاك الفلوس وباك راجل واهتم بيك اكثر من والديك، خليه يخرج يقول كلمة عليك وحدة، كلمة وحدة عليك، يقول هذه راه بنتي وانا تنتشرف بيها وامها شكون هي وهذه، خليه يخرج. علاش باك ما باغيش يبان؟ علاش باك وعائلة باك ما غير موجودة؟ علامة استفهام كبيرة وطويلة وعريضة. انتيا شنو دارت لك امك؟ شنو دار لك باك؟ مقارنة مالكش اللي داروا لي هو والدي، وعطاو وعاونوه وداروا فيه كاع الخيرات اللي داروا فيه. انتي ما داروش فيك والديك حتى 5%، خلاوك ضيعة، خلاوك كما قلتي خدمتي على 17 عام، هذيك راه ماشي في عائلة مستقرة عادية بنتهم تخرج تكون خدامة عند الناس على 17 عام، ياك خارج المدينة ديالها، خارج المسكن مع اللي مع امها. ولكن انتيا مرضية قلتي نو، حيت انتيا محسادة ومحقادة، حقدتي الولد وركزتي فيه داكشي، استغليتي النقط ديالو، واخا يكون هادشي فيه انتي كترتيه وكبرتيه وعرضتيه وطولتيه باش تستغليه هو نفسيا وعقليا، وهو مكلخ حيت كون كان بنادم انت باغا تعطي لامك البارطما وهما تتقولي عليهم ما داروش فيا ودار فيا غير الشهر، قولي لنا الفلوس والدور اللي عطاتو لك امك. امك ما دارش فيك يمكن حتى 5% من داكشي اللي داروا هما مع ولدهم، لا قبل الزواج ديالك لا بعد. وقلتي الناس ما شاء الله دابا وليتي لاباس عليك، انتي يا امولات الصالون شحال من مره تخرجي تباني وتقولي انا لاباس عليا، الخلصه ديال الصالون، الخلصه ديال اليوتيوب، انا شت الارض، انا نبنيها، انا ندير. وهذه مساله بين قوسين يا الجاهله، المراه المكافحه ما تصعطش يديها الناس وليد الراجل ولا والدينها، بصح تطلع على كتافها ولا بعقلها. انت راكي ما طار لا بعقلك ولا بكتافك يا حبيبه، عايشه بالشوها والدل، ما عندكش فلوس تخلصي التريطه ديال الطوموبيل، ما عندكش فلوس باش تخلصي التريطه ديال الطوموبيل. بنادم خاصو بنادم اللي انت هاجمتي وقلتي لي غندخلك للحبس ونصيفطك للبوليس، اللي وكلك وسكنك وشربك ووكل هذاك بو
الكابي اللي عندك ياك، حشومه قاع يتقال فيه بوركابي حيت ما مشيتش الكابي انا يعني بعدا. واخا مثلا عايش الناس، انا ما فيش معيار في الناس، ولكن هذا ماشي بوركابي. وفي الاخر غتجرجري حيت قال لك اعطيني فلوس، يرى ممكن هو ما محتاجش بدوك الفلوس، ولكن تصور يتخلص الفلوس طريطه على وحده قالت لك غندخلك للحبس، وانت وكلتيها وشربتيها وقريتي ولادها ودرتي ليها شحال من حاجه وخليتها تسكن في قاع دارك. انتي انسانه ما يدخلكش البنادم من باب الدار، عسى يوضعك في قاع الدار. انتي يا لقيتي هاد الناس مزيانين، لقيتيهم دراوش، لقيتيهم ما بغاو يطيبوا خاطر ولدهم من الاول، ما بغاوش واخا تجوج انسانه بحالك في هذا المستوى، ما محتاجينش يقولوا هما عليك ولا كلمه، الفعل ديالك تيتكلم عليك. انتي انسانه خارجه طريق، خارجه الطريق، انا ما نقولش لك بهذيك المعنى ديالو ديال كنتي مع رجاله، لا اختي انا ما عارفاش هادشي، ولكن اللي متاكده منه هو الفعل ديالك. انسانه كذابه، انسانه ما تخافيش الله، انسانه تتلعبي بالعقل ديال السيد اللي مريض في عقله. او علاش باش ديري من الفلوس وانتي تقولي زعما راه انتي شي حاجه في اليوتيوب؟ انتي راه والو، انتي تتبقاي همجيه، ما مربيه، ما مؤدبه، ما عندك اخلاق، ما عندك اصل، ما عندك فصل، حيت كنتي فيك غير ضره من هذا الشيء. ما غتخرجيش بهذا الكلام هذا، ما غتخرجيش بيه، ما تخرجيش تقولي لي تقابح مع والدك واخا هو ما عرفش شنو يدير باش يدير هادشي. ما تخليش، علاش؟ والدين، الوالدين حرمه، الوالدين اللي هزوه حطوه وكلوه شربوه عطاوه من كان عندهم ما كانش عندهم، واخا ما يعطيوش، واخا انتي تتشرطي له، شكون انتي؟ واش انسان ماله الحر وواحده اللي ما باغيهاش لقلبك تشرط عليك شنو خصك تعطيها ودير لها؟ انتي منين جيتي؟ قولي لي هاي منين جيتي. واحد النقطه باغا نذكرها ليك، قلتي لها زعما راكي شي واحد عطاك هاد النقاط وداكشي منين تتهضري؟ وانا بغيت نقول ليك هل انت ما تديريش مداوله مع الكليبات ديالك، كليب الحراسه اللي عندك في اليوتيوب؟ ها منتي شجاعه، خلي الناس يهضروا عليك، صحابك القنوات خليهم يهضروا عليك بسميتك، حيت انت ما كاينش اللي ما حتى حاجه ما غتقدروا يقولوها لك. ولكن انا عارفه علاش دايره كليب هذا الحراسة، ومعامل الشركة اللي تتستعملي باش تلزمي الناس فمهم ياك، وهاديك راه تخدمها مع الناس ما عارفينش قوانين اليوتيوب. انت راه ماشي شي حاجة واصلا ما عارفاش القوانين ديال اليوتيوب، فهمتيني؟ وقلبي على جوا من جل. خبر مهم لك عندك نسيه، ها ما عمرك يوم غتلقاو راحتكم، حيت نتوما بتغيتو حياة الدنيا بواحد الطريقة جاهلة. وكم كنتي نتا فيك الخير ابو ركابي، نتا تشري لوالدك الحاجة دابا برزقك، قلتي اول حاجة ديرها شري لوالديك، متع والديك، خرج والديك، تهلف والديك شوية من هذاك الشيء اللي دارو فيك شوية. ولكن نتا بالعكس تتفقس امك، وربي غيفقسك في هاد الدنيا قبل الاخره، غتشوف العلامه غتبان فيكم، يطول الوقت حتى يطول وغتبان فيكم العلامه. وخلتي على الام ديالو يهوديه، واش تي اليهود فيهم الخير عليك؟ والله حتى فيهم الخير عليك انتيا. وكون كانت امو يهوديه، اليهوديات راه تضرب فيهم المثل كامهات يا الجاهله. وحاجه اخرى، انتي تطعنتي في شرفك حيت ما كنتيش بنت داركم، كنتي ضيعه، كنتي ساكنه بعيده على امك في 17 عام وجيتي تخدمي عنده. طبيعي الانسان يقول لك ما عندكش حتى لو ما شافش. نقولوا كاع انتيا ما درتي حتى حاجه غلط في 17 عام،
ياك، ولكن هذا الشيء قال لي درتي ما تيديروش بنات الناس، هذاك الشيء اللي شتت عليه. وانتي دابا مرة أخرى عقدتي من قلتي من كنتي انتي وفمك في هذاك الفيديو، وقلتي لهم ايه خلوني ساكتة على ختو وهذاك الشيء اللي دوز، ما هديتيهم وقلتي لهم ما تخليونيش نهضر. ها فهذيك الساعة قلتيها في بيبليك في اليوتيوب ديالك، وهما خاصهم يمشيو يدعيوك على داك الشيء. قلتي مقصدرة، والله حتى مقصدرة، ما تتخافي لا من الله لا من العبد. هو فواتي زعما راكي طلعتي على ظهري في اليوتيوب، وانتي سيري نوضي فاقي فاقي يا المكلخة، انتي اللي طلعتي على ظهور الناس اللي تيقوك. وهذه رسالة للوالدين ديال بركابي، الا ما عطيتوش لبارطون لولدكم، الا ما باقي ما عطيتوهاش لها عطاوها لها، ولا كانت مسكينة تتخلص طريطات ما تخليوهاش تخلص طريطات. ويا مولات الصالون موتي تحرقي تفرقعي ديالهم ويعطيوه مالهم الخاص، فهمتيني؟ يعطوه اللي بغاو يعطوه ليه، ما بغاوش يعطوه لك. موتي يلا تفرقعي. اخر رسالة هي رسالة للشعب المغربي، لا خليتو هاد الفيروسات والميكروبات يكبرو في اليوتيوب، راكم تضربوا في العرض ديال المجتمع ديالكم، ويخرجوا لكم بزاف منهم، وهما راه تيتكاثروا بحال الميكروبات. الميكروبات يتولدوا كل 20 دقيقة، هذا النوع تيكبر بهذيك السرعة. فانت نتمنى لكل مغربي حر انه يدير شي حاجة باش يوقف هذا المهزله.